اليوم الممثل القانوني، انا طبيب، انا عندي دخلت يعني نساء اثنين معهم رجال اثنين، هاي النساء دخلوا يعني تحت ذريعه انه عندهم بتريد تجيب الامراه، لكن لا فوصل على بطنها، لما وصلت للباب الاول لازم تدخل فحص اكتشفت انه ما تقدر تفوت، فقامت تعيط صيح انه بكتو طفلي. لما اخذناها يعني توسلت بها، بس انت يعني فحصنا خمس طبيبات وطبيبات سونار اثنين واثنين قابلات، ودورت افادتهم وصورت الموضوع كله تصوير، ودول الاثنين وقفوا على راسي، وقفوا على راسي يقولون احنا 50 سنة ناخذ ابننا من عندك، وهاي الامرأة ما عندها رحم، عندها رحم مضمحل، ما عندها رحم يعني ما عندها رحم. وجت الاستخبارات اخذتها بعد اتصالي بمفتش العام، وقضية كبرى ما حد يقبل يستلمها، يخافون مراكز الشرطة. بالنتيجة من اخذوها الممثل القانوني خاف يروح، القاضية تريد الطبيبات كلهم يجون، القاضيات الطبيبات وطبيبات السونر والقابلة كلهم يروحون، وانا اجي اشهد بالمحكمة انه على هذه القضية انه هذه الامرأة هكذا الظروف اللي صارت. وانا قلت لها ما حد يجي الا محكمة. انا من وقفت بباب المحكمة شفت الوجوه اللي واقفة، اهل المدعية هم ناس خارجين من الطريق، ناس خارجين من الطريق ولا عندهم ذرة اخلاق. طبيبة تروح تدخل المحكمة.